للشعر في الكويت أعلامه الذين نسجوا حروفه وبنوا أبياته ونظموا قوافيه عبر أزمنة الكويت العابرة وأمكنتها المتغيرة. فهد العسكر واحد منهم، فكان مجددا في الشعر لما عاناه في مسيرة حياته القاسية التي أرهقت مشاعره وأقلقت نفسيته وجعلته حاد العاطفة. يشارك الشاعر فهد العسكر في صفاته تمتد من العمى إلى حدة العاطفة الشعرية والتمرد على نمطية التفكير الشاعر صقر الشبير الذي عرف عنه إحساسه الدقيق بأبعاد الحروف واللغة في مجتمع تعليمي مقصور على المناهج التقليدية في التعليم. وفي أزهى الأيام كان شاعر الكويت الشعبي فهد بورسلي يصدح بقصائده وزهيرياته التي عبرت حدود القوافي واللغة العربية الفصحى. المهتمون بالشعر العربي في الكويت يدركون تماما مكانته رغم مرور أكثر من نصف قرن على رحيله، خاصة وأن قصائده مخلدة في ألحان وأغاني ترددها الأجيال إلى الآن. الشعر حالة متفردة في التعبير الوجداني والوصف الخيالي والتقمص الحقيقي. الشعر هو المعبر عن مكنون الشعوب والمعبر عن هواجسها والمعبر عن ضميرها، هو المعبر عن المشاعر والمعاني التي نتلمسها في أبيات الشعراء. فهد العسكر وصقر الشبيب وفهد بورسلي وغيرهم كثيرون من أعلام وفرسان الكلمة الصادقة وكوكبة من العمالقة أمثال زيد الحرب وحمود الناصر البدر ومحمد بن لعبون وصقر الصافي وغيرهم من فحول شعراء الكويت يمثلون تلك المنظومة التي نتحدث عنها في عمر وتاريخ الكويت، لكن سنخصص هذه الحلقة لثلاثة منهم وهم عمالقة في ضمن هذه المصفوفة، هم الشاعر صقر الشبيب والشاعر فهد العسكر والشاعر فهد بورسلي بما لهم من تراث وبصمات في تاريخ الشعر في الكويت. سوف يحمل معي هذه المهمة وهذه الشهادة اثنان من المهتمين والمشتغلين والباحثين في مجال الشعر في الكويت. معي الباحث والأديب الأستاذ عبد الله خلف الأمين العام السابق لرابطة الأدباء. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله. أهلا حياك الله. وهو غني عن التعريف وصوت الإذاعي الحنون واللطيف اللي نستمع له في إشراقاته المستمرة عبر الإذاعة في كل صنوف الآداب، وهو ليس بغريب عليكم. أيضا معي ابن أخ الشاعر الكبير وضمير المجتمع الكويتي فهد راشد بورسلي. معي الأخ وليد خالد راشد بورسلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يا مرحبا، وأنا متشرف بوجودك. الله يشرف. ربما الناس ما يعرفون الكثير عنك لأنك أنت خلف الستار، ولكن الأستاذ وليد بورسلي هو ربما يكون الراوية الأوحد والحافظ الأوحد لأشعار الشاعر الكبير فهد بورسلي، فأنا سعيد بوجوده معي وحياك الله. الله فيك، فرصة سعيد. أستاذ عبد الله، يمكن إذا أبتدي معاك. نعم. وكل من قرأ تاريخ الشاعرين صقر الشبيب وفهد العسكر يترحم عليهما أولاً، في نفس الوقت حوربوا وربما يعني أجهضت كثير من أعمالهم، لكن ظلت أعمالهم وظلت أسماءهم براقة، فكيف تتحدث عن الاثنين؟ أولا في اتفاق في صفاتهما، مثلا المجتمع كان منغلق في الأربعينيات والخمسينيات وكانوا حتى يحاربون الكتب والمجلات. نعم. فصقر
نبيه وذكي، وكان عنده من الكتب أول شيء هو درس بالكتاب، وبعدين راح إلى الإحساء، كانت فيها مركز وقفي لتدريس القرآن وعلومه. نعم. فكان هو ذكي صقر الشبيب، كان يرى نفسه أن لو حاور المدرسين ممكن يستفيد أكثر، المدرسين ما كانوا يحاورون، لذلك كان يقول عنهم منغلقين، ما يبون حد يحاورهم، ما يبون، بس يبي ذاك يقرأ من القرآن ويردون عليه هذا باتجاه واحد. اي الفترة ترى استهدفت الكويت عندما دخل فيها التنوير، ناس أرادوا مثل ما نقول لهم الآن الإرهابيين. نعم. عرفت؟ ولكن الشعب كان واعي، والمجموعة هذه يوسف بن عيسى وعبد العزيز رشيد وصقر الشبيب كانوا متنورين، فإذا لمسوا من شخص بيفرق البلد كانوا يشتكون عند الأمير. نعم. فالأمير يسفرهم أيام، خاصة أحمد الجابر الله يرحمه، فيسفر هذا الشخص يقول أعطوه حقوقه وخليه يسافر، ولا نبي البلد يصير فيها قلق وكذا. نعم. من ذاك الوقت. نعم. نعم. صقر بس عفوا إذا بستدرك بس السادة المشاهدين، حضرات المشاهدين، نحن نتكلم عن اثنين من الشعراء، فهد بن صالح بن محمد بن عبد الله بن علي العسكر، ولد 1917 وتوفي عام 1951. نعم. صقر بن سالم الشبيب 1894 1963 توفي عن 69 عاما. فهد بن صالح بن عبد الله بن علي العسكر الضفيري، هذا اسمه الكامل. فتفضل الصبر. درس كما قلت في الإحساء، أتى كواعظ في الجامع، وكان يستشهد بالشعر. نعم. حقه وحق غيره، وكانوا في ناس يكفرونه أن هذا الشعر يعني ليس من المتطلبات العلمية ولا كذا كذا، فاشتكوا إلى أن ألبوا أبوه عليه، فكان يقول له هد الشعر وترك الشعر وكذا. هذا صقر الشبيب. هذا صقر الشبيب. نعم. بعكس فهد العسكر، فهد العسكر كان أيضا تيلة تحديات، وكانوا يحملون خياله اللي يصور فيه، يكفرونه مثلا الخمريات يكفرونه فيها، مثلا المحاورة هو كان أخذ نهج عمر بن أبي ربيعة. نعم. كانوا أيضا يكفرون أن هذا صج. فتاته بالأحمدي اللي صار بينهم حوار. نعم. هو وين والأحمدي وين؟ الأحمدي كان مدينة مغلقة على العاملين من الإنجليز. والإنجليز. نعم. وبعدين كان في نادي الحبارة يستدعون شخصيات الكبيرة. فحمل هم يحملون خياله إلى الواقع. لذلك هو عانى من المجتمع كما عانى فهد العسكر من المجتمع، عانى حتى في وفاته رحمة الله عليه. نعم. أنه ما شيع إلا ستة من الأفراد، ربما اثنين منهم. نعم. غير عرب يعني، حتى في دفنه فهد العسكر ستة اللي استدعاه الملك عبد العزيز، كان عملاق ذاك الوقت طبعا. شلون استدعاه؟ أول كانوا يسوون، فهد كان يسوي أناشيد للمباركية والأحمدية ويغنونها الطلبة في المدرسة وفي خارج المدرسة. سوى أعجب بشخصية عبد العزيز بن سعود، شجاعته وهمته. نعم. وتغيير الجزيرة، توحيد الجزيرة. سوى نشيد عبد اللطيف الكويتي المطرب، هذا النشيد اسمعه عبد العزيز وأعجب فيه، كان يقول ادعوا لي، قال حق عبد الله النفيسي وكيل الملك في الكويت. نعم. مثل السفير ذاك الوقت. نعم. قال هاتوا لي قنصل، كان يسمى فهد، يسمونه حتى كان يسمونه وكيل الملك، وكيل التسميه الرئيسيه. نعم. المهم ذهب الى بواسطة السفينه الى البحرين، من البحرين راح العجير، من العجير راح على تكرمون الدواب الجمال الى الرياض. هذا حتى في البحرين استقبل استقبال العظماء، لأن يدرون أن هذا ضيف الملك عبد العزيز، فاستقبله الشيخ، استقبله الأمير عيسى أبو. نعم. الأمير سلمان أبو عيسى استقبله استقبال حفاوة والأمراء وهذا. لما راح إلى السعودية أشكر عبد العزيز وكافئه وأكرمه، وقال له أن تشتغل عندي في الديوان
في الديوان في كتبة في كتبة يعني، وفي مثل الريحاني كان، وكان الزركلي، وكان نعم. فبعدين قال الريحاني أمين الريحاني نعم أمين الريحاني أي أمين الريحاني نعم. المهم قال أبيك ترافق ولدي محمد وهو ماسك إقليم بالجنوب تعلمه، وهذا هو ابن المدينة مو متعلم على البر كذي بالليل في وحشة نعم. وكان في مناوشات موجودة من اليمن السعودية نعم. يسمع طلق النار وكذا، فقال حق عمه من ذاك الوقت يعني ذاك الوقت قال حق عمه عبد الله علي العسكر نعم. عبد الله علي العسكر مثل وزير الدفاع عند عبد العزيز بن سعود نعم. كان مسؤول السلاح مسؤول السلاح نعم. فلما ضاقت في الدنيا قال حق عمه قال معود لو تقول حق الملك أنا ما أقدر أعيش هنا برجع لا بالرياض ولا بالبر، فرجع بس شوف المكانة هذا الإنسان نعم. اللي قدره أكبر ملك في الدول العربية نعم. عرفت في وفاته يصلى عليه صلاة الغائب يضطهد في بلده منه الإمام كان الإمام كان عثمان العصفور نعم. عثمان عيسى العصفور مولى عثمان نعم اي مولى عثمان هذا عقب 15 سنة افتحوا جامعة الكويت فقلت له انت ليش صليتوا عليه صلاة الغائب؟ قال انا اول شيء ما اشوف بعدين ما شفت احد من اهله لا يمكن يجي في بالي ان هذا ولد صالح العسكر شان المسجد انت رسم ما كان ها يعني غصك صلاة الغائب انا افتكرت انه بالسعودية صلوا عليه لا 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 هو ماتني بالكويت 51 اي نعم اي فشوف المأساة هذا اللي رحب فيه الملك والامراء والكذا يصلى فيه بدون حضور اهله بدون حضور وما أصدقاء. قرأنا عنه ان نعم. في دفنه نعم دفنوه ستة أربعة ثلاثة من المهرة واثنين جانب والكويتيين غير معروف يعني. لذلك معروفه يقول انا ما دريت منه اللي هو عثمان العصفور نعم قل صلينا عليه صلاة الغائب بعدين شالوا المهارة الموجودين ذيك الساعة قطعوا الطريق قطع على نايف المقبرة هذه نعم انا يعني الحديث شيق ودي استطرد معاك بس ناخذ وقفة مع الأخ وليد بورسلي نعم. حول الشاعر فهد بورسلي نعم. اللي لا يزال عايش بيننا بأشعاره صحيح. المغنى وأشعاره المحكية نعم. فيما بين الناس عمك شو تقول لنا عنه؟ والله فهد رحمه الله شاعر مفطور على الشعر جبل على الشعر لا يتكلف الشعر يقول الشعر بعفوية تلقائية نعم. وتلقائية وهذه ميزة فهد حقيقة مميز هو سابق عصره بدون شك سابق عصره بدليل احنا اليوم يعني من توفي رحمه الله بالستين الى اليوم احنا نشوف الاحداث كأنه يصورها لنا وهو بيننا الآن. الشاعر فهد بورسلي حضرات المشاهدين ولد 1918 وتوفي عام 1960 كان فهد طبعا من طفولته درس في الكتاتيب شأن أهل الكويت القدماء ودخل المباركية بس لم يكمل تعليمه ولو أكمل تعليمه نعم. كما يقول أظن الأستاذ أحمد البشر رحمه الله يقول لكان له شأن آخر يعني 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 في الفصحى أكيد أكيد وقريبة حتى بعض الأبيات كان يقولها بالفصحى لكن هو يميل إلى اللهجة العامية والغريب والعجيب في فهد يعني ميزة عجيبة يعني ما طلع شاعر قبله نعم اللي بسط اللهجة الكويتية وخلاها سلسة لها أسلوب سلس نعم قريب إلى القلب محبب إلى القلب هي أشعاره فعلا أسلس يعني حتى يقولون يقول قصيدة بالليل نعم يقولون المرأة الكويتية الأول وهي تقصص بصيلتها ترددها اي نعم من الغنائيات والسامريات اللي ذاك الزمن نعم. والقصائد اللي كان يقولها يحضر الشعر كان عنده حضور بالشعر نعم الارتجال وكان شاعر قلطة وطرق جميع أنواع الشعر فأغراض الشعر كلها نعم من نسيب اللي هو الغزل من مديح من هجاء من وصف الغنائيات له والسامريات إلى اليوم الآن تغنى كان يكتب شعره؟ هو يكتب شعره كان يكتب شعره ولا يكتب عنه لا يكتب شعره يكتب شعره كان يكتب الشعر بس حقيقة أهمل كثير منه
ها أنا كان هذا سؤالي. نعم. لقيتوا يعني ميراث من الشعر المكتوب بخط يده؟ طبعا اجتهدوا جزاهم الله خير. نعم. يعني ووجدوا وهو في الحقيقة طبع ديوان الأول سنة 55. نعم. كان ديوان بوريس القصائد. نعم. وطبع ديوان آخر وهو السامريات. نعم. وبعدين جمعوا مع بعض السامريات والقصائد وأضيف لهم طبعا بعد الديوانين ذي شملوا كل ما قاله؟ لا لا أعتقد لنا في أشعار في أشياء كثيرة في أشياء كثيرة كانت الحياة في لنا أشعار جريئة كانت طبعا كان هو جريء جدا. نعم. هو جريء ومحبب للقلوب الناس تحبه من مسؤولين ومن ومن شعب كان مقرب لهم وصادق الكبير والصغير. نعم. ويحفظ شعر الصغير قبل الكبير. صحيح. من صحيح. من من الأسلوب المحبب السلس. للناس. نعم. السلس. هذه النقطة راح أرجع عليها مالت يعني تبسيط اللهجة لأن فعلا فيه من شعراء يمكن من هم أكبر منا مثل الشاعر الخالد زيد الحرب لكن اللهجة كانت فهد الخشرم فهد رحمه الله فهد الخشرم عبد المحسن الفهد. نعم. نعم. الخشرم كان أكبر سنا. نعم. لكن فهد يعني رب تلميذ فاق أستاذه زي ما يقولون وهم أساتذة كلهم ولا نطريهم إلا بكل خير. نعم. تركوا بصمات في بدون شك. المجتمع بدون شك. أي نعم. إذا تسمحوا لي فاصل ونكمل فاصل حضرات المشاهدين ونستكمل استمتاعنا مع هذين الضيفين الكريمين حول شعراء الكويت تابعونا رجعنا. على المال طاق بالطرباق واللي يا مولاي شايفنا يمشي ويطيح نبي صوت شايفنا يمشي ويطيح نبي صوت شايفنا يمشي ويطيح نبي صوت شفت من هذا التصريح صوت ولا لحم ماي طاق بالطرباق على المال طاق بالطرباق نستكمل معكم حضرات المشاهدين طرحنا لموضوع شعراء من بلدي في برنامج مفكرة هم الحقيقة أعلام الشعر في الكويت وليسوا فقط شعراء هم أعلام في الشعر كان يتحدث قبل الفاصل الأستاذ وليد بورسلي عن المرحوم فهد بورسلي فتفضل لتستكمل إيه نعم وطال عمرك أنا أتكلم الآن عن أنا أن أنه شلون كان فهد مفطور على الشعر فقال في الشعر في صباه من يومه صغير نعم وهذا حسب الروايات اللي نسمعها وهذه ما ذكرت حتى في الديوان مثل الأهازيج اللي كانوا يقولونها واصبحت من الفلكلور من هديك ضاع من دوره ضاع الديك هذه قالها هو صغير نعم. ورددوا له يعني كم عمره ذاك اليوم على 14 سنه اي طبعا الشعر ما جاء من فراغ ايش غيره من الأهازيج الشعبيه هذه طاق وطرباق على الماي شهرت في كانت مشكله المياه ذاك الزمن كان قدر الكويت هذه المشكله هاي غنوها فرقه مشكله الماء والكهرباء والتمويل ذاك الزمن زمن الحرب العظمى كانوا يسمونها الحرب العظمى بدر بورسلي احياها هذه اي وهذه طبعا بدر فهذه الاشياء كان يقولها بعفويه ومحببة للناس على ما ذكر الأستاذ عبد الله الأستاذ بدر بورسلي الشاعر الكبير ونصيب الخير أيضا هل يعني تأثر أو انطلق رحمة الله عليه فهد بورسلي من كونه ينتمي إلى عائلة من الشعراء يعني هل الشعر في عائلة بورسلي متجذر متأصل هذا عندكم اليوم أستاذ يقول أن الجينات أن البورسلي أنا أسمع من والدي رحمه الله وراوية يقول كان واحد من جدود اسمه منصور بن علي كان شاعر نعم. في ذاك الزمن صحيح قديم قبل تأسيس الكويت يعني نعم. وأسمع طبعا أقرب لنا الخوال خوالنا
من الموسى السيف. نعم. وخوال جدي راشد اللي هم العبيدي. نعم. ومشهورين العبادة أساسا من أهل الزلفي وشعراء يعني كثير طلع منهم. والده رحمه الله ومنهم العبيدية العبيدية مغذي العبيدية الله من علم الفابا قرانيس أحسنت. هذه خالد جدي. نعم. خالد جدي راشد وتوفيت بيثة رحمه الله أخت جدتي. نعم. العبيدي مشهور والعبادة أهل الزلفي في هذا تأثر فهد في هذه في هالجواء وكان. نعم. والده رحمه الله راشد بن ناصر برسلي طواش. نعم. ورجل تاجر لكن يحفظ دخل البحر رحمة الله عليه فهد. نعم المصري. ركب مع 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 والده بالطواشة. نعم. ومع الوالد بالغوص. أيه. أبوي نأخذه غوص آخر نأخذة البرسلي الوالد رحمه الله. الله يرحمه. وركب مع بس يقول كانت رحلة فيها فهد الغوص مو سفر وفيها نقيان. أيه. نقى العميري اللي هو نقى القروي راعي الفنطاس. ونعم. نعم. حتى يقول صارت كشتة ما نقدر إذا قعدنا. إيه. حتى يقول هم قاعد يقول يسروا له الصبح وترددون حتى يقول له لما يشيل الفن هل السامر هم هل الفنطاس. ونعم. نعم. والله إذا شالوا السامر من أبدع ما يكون. نعم. فيقول له يقول حق نقى يقول هيض المفجوع صوتك يا نقى. نعم. يوم شلت الفن في رأس النفود. يوم شلت الفن في رأس النقى شن حس الطار زلزال الرعود. الله. يا نقى مركب غرامي ما رقى لاح من بين المهدة والحدود. يا نقى ما كل عود نطرقه وين عود الطيب من عود الوقود. الله. وشيلها وذاك يقول وهذا يرد يقول ما اشتغلنا. ما دش السفر. لا سافره في الحقيقة بس لا سفر لا, لا بس الغوص. لا ما يعني سافر. قال زهيري. نعم. قال زهيري. نعم. قال زهيري يغنى بالنهمة. له زهريات. هو ترى في شغلة مهمة يمكن تغيب عن كثير من الناس أن فهد رحمه الله كانوا يلحن سامرياته يشيلها. إيه نعم. شيلات الآن تسمعها كانت تشيلها ما كان يعزف على آلة إنما بالسماع يرددها. يعني مثلا مثل يا أهل الشرق. يا أهل الشرق على القصر وهم لحنها كل سامريات ما يقولها يقولها يغنيها. ويوم الاثنين الضحى. يوم الاثنين الضحى شوف هم بعد عجيب. كلها كانت يشيلها بطريقة. شو الأبرز قلنا الحين يا أهل الشرق مروبي على القصرية ويوم الاثنين الضحى. أي آه يا مرعوب. آه يا مرعوب. هذا هي مرعوب الغوص بعد معهم مرعوب هذا أظن. أي. من الدندن من هالفنطاس. نعم. فيقول له آه يا مرعوب من تفاريج الولايف. نعم. كدر المشروب صاحبي نازل الردايف والحشا مسلوب واشقر مثل السفايف طرش المكتوب باغي ينقربي وخايف. نعم. من يسد النوب يا فهد ويش أنت شايف. الله. فهد كان قلت قفيلي هم بعد. ها قلت قفيلي ورفع البوشيه. رفع البوشيه هم لحن. هذه كانت بجلسه مع المرحوم فهد الخشرم واعتقد بدري فضويحي الشمري اظن. وطلع بالمطلع. نعم. وكملها فهد يعني بيت. إيه قال فهد قلت قفيلي ورفع البوشيه هذه حسب الروايه اللي سمعناها. خليني أروي ضامر العطشان. نعم. قال فهد شفت الجدايل وحسب شرومية ثار الزلوف مقرضة يا أخواني. نعم. ملبوسة هالنفنوف واللحمية اللحمية. الثوب زاهي جلها يا أخواني. ترى الخد يذكرني برق وسبية والعين تشبه ساعة الرباني. نعم. نعم. قلت العبي قالت أنا رياضية وبتعلم لعبة الشباني. قصيد حلو وسهل وتردد الناس وليل الآن تردد في كل مكان ولا تجد في يعني ما كان يتكلف الشعر. Thank you.
تلقائية الشاعر هي اللي توصله للقلوب. تلقائية ويعيش الحدث. نعم. مثل ما تفضل أستاذنا كان هو الجريدة اليومية للناس، أخبار الناس. هو لقب بالجريدة اليومية. الجريدة اليومية. حدث اليوم. نعم. هو مو بس هذا، حتى الدعايات يعني الجريدة معروفة. نعم. ما كان في جرائد. ما كان في جرائد. كان ما يقوله من الشعر هو اللي يردد، سامريات وغير وكذا بين. نعم. الناس. كان حتى الدعايات لجأ له وكيل السيارات المعروف، كان يقول واحد قال دخنوا أهل البلد من سجاير بولد، ورد أكو سجاير ثانية اسمها كورونيت، دخنوا أهل الكويت من سجاير كورونيت، والأولاد في المدارس في الشوارع يغنون. بعدين سلام الله على الكدلك وثنيها على البنتيك، طويلا في قراطيسة. وثلث على بيوك قويات اللواليب. يعني هذه وثلثها على بيوك قويات اللواليب. يعني يعني فهد بوريسلي مثل ما قلنا. طيب نستل الطرف الحديث من استاذ وليد لك استاذ عبد الله حول الشاعرين الكبيرين ايضا. نعم. فهد العسكر فهد بوريسلي، ومثل ما قلنا يعني فهد العسكر توفي عن 34 عام، لم تتح له الفرصة وتوفي كفيف. نعم. وأيضا صقر الشبيب. نعم. أيضا هم في أشياء يتفقون فيها. أي. في العمى في آخر أيام فهد. نعم. فهد العسكر. العسكر. والشبيب من 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 صغر من صغره. من ولادته ولا من؟ من أي من ولادته. قالوا ست سنوات يتذكر كذا. نعم صحيح. قالوا ست سنوات. أبوه تنفيه عفوا أبوه. نعم. صالح العسكر. نعم. ودا إلى الهند ثلاث مرات للعلاج. نعم. ما فاد مع العلاج. نعم. يعني من الرمدي. ودا مرة أيضا إلى بغداد. أي. عرفت. بس أنا اللي أتأسف له إن هالوظائف اللي كانت متاحة اللي للجميع الوافدين وغير الوافدين والكويتيين، يعني لو الحكومة التفتت على 5-6 شعراء تعطيهم، يعني مو شرط يداوم ويوقع وكذا، المفروض يصير لهم رواتب، لأن الحالة حالة البؤس والفقر اللي عاشوها الاثنين. نعم. مزرية. صحيح. تدري إن صقر الشبيب لما انسدت على الدنيا وما يتصدق في بعض الرفاقة ما كان يكفي، يعني حتى زوجاته الثلاث ما استقروا معه. مدغة. نعم. ما استقروا ثلاث مرات. نعم. واحدة أكثر ما دامت عنده ثلاثة أشهر. نعم. لأن ما في بيت متكامل ولا عنده المادة تجسوى. نعم. لما اشتد في الفقر راح الغوص. أي. يعني الشخص اللي تحت ضوء الشمس لا يرى كيف في ظلمات البحر. الله في ظلمات البحر. الله. عرفت؟ شون بغوص يعني. إيه. ممكن سيب. يقول ربما يتلمس شيء يعني الله يرزقها في. أي. هذا. أنا اللي كنت بسأله أستاذ عبد الله شو الألوان اللي أو اللون اللي يغلب على شعر الشاعرين؟ هل الفصحى أم هو فهد العسكر النبطي. كلهم بالفصحى اثنينهم. إيه؟ بس ما لهم أشعار بالعامية. ما يمكن فهد العسكر. لا. إيه؟ مو بس شوف أثنينهم يتفقون بالوطنية، الأشعار السياسية، أشعار الوطنية وأشعار القومية. نعم. كتبوا صقر الشبيب عنده مطولات. نعم. معنى هذا أن ذكي يحفظ المطولة مالته. نعم. إلى أن يتوفر له واحد يكتب يملي عليه. من اللي حفظ أشعارهم يعني غير عن الشاعر فهد بوريسلي؟ يعني حرقت أشعار فهد العسكر. فهد العسكر أيضا طمست أشعار صقر الشبيب. من اللي فهد يعني يعود الفضل إلى عبد الله زكريا الأنصاري. نعم. حتى صارحه قال له أعطني اللي عندك، لأن أهله بعدين سمعنا أنه حرقوا أوراقه كلها بما فيها الشعر. نعم. فهد العسكر أهله اللي حرقوا. أهله قالوا. نعم. هذا الرواية السائدة. بعدين ضاع كثير من شعره، فقام عبد الله يعني يطلب من رفاقه واصدقائه او اللي عنده بعد ما طبع الديوان الاولاني 56. نعم. فحصل كميات حتى من في العراق وفي البحرين. نعم. كان يراسل البحرين مجلة البحرين. نعم. وكان الشورى في العراق
وجمع أشعاره إلى أن طبع في سنة 70 سنة 72. نعم. وكبر حجم الديوان. من إذا تختار لنا جزء من قصيدة، أكيد القصائد المطولة بالنسبة لفهد العسكر والصقر الشبيب. فهد العسكر، نعم، يعني شاعر غنائي، وفهد صاحب خيال، يعني مثل عمر بن أبي ربيعة. القصيدة المؤثرة، شنو القصيدة الغنائية المشهورة؟ هو حتى القصيدة اللي فيها يعتب على المجتمع ويعتب كذا، كف الملام وعلليني، الله، فالشك أودى باليقيني، وتناهبت كبدي وتناهبت كبد الشجون، فمن مجيري من شجوني، وأمضني الداء العياء، فمن مغيثي من معيني. هذه مشهورة غناها شادي الخليج. شادي الله يشفيه، هو الآن في رحلة العلاج. أماه قد غلب الأسى، كف الملام وعلليني، الله يا أماه في ترفقي لا تعذليني، أرهقت روحي بالعتاب فأمسكيه أو ذريني، أنا شاعر أنا بائس أنا مستهام فاعذريني، وأنا السجين بعقل داري فاسمعي شكوى السجيني. بعدين هذه ما شنو اسقاط القصيده كف الملام؟ هل يتحدث عن حبيبه، عن بلده، عن ماذا؟ لا، عن بلده، عن الكويت. حتى لما خلى امه الرمز، امه اشبعوها بما هم يصفون فيه الشاعر، انه كافر وانه بعيد عن الدين وانه كذا كذا وفاسق، الى ان اعتزلهم قاعد في مخزن حجره في مخزن في شارع في سوق الحراي. عرفت؟ هو بدا يخاطب الام كرمز يوجهه للوطن. نعم. عرفت؟ بعدين رجع المقاطع الاخرى، وطني وأت به الشباب، عرفت؟ وطني ما اقسى الحياه به على الحر الاميني، وظل الى اخر القصيده يخاطب الوطن، بس الام اتخذها كرمز. كرمز، نعم. ايه. نعم. وصقر الشبيب ما اشهر صقر الشبيب؟ والله عنده، انا سجلت البيت البيتين كذي شغلات. اي. فكان ينتقد الضغط اللي اتى من المتطرفين، لماذا يعادين الزمان ويعتدي علي بما منه التصبر يسلب، اقاسي من الاحزان ما لو اقله، يمس نجوم الافق ما لاح كوكبه. بعدين الشيخ الله يرحمه سالم المبارك. نعم. هذا كان عنده بيت متهالك شرق. نعم. وورث عن ابيه، فقام بنى له بيت، هدم البيت وبنى له بيت جديد. هذا دليل اهتمام الحاكم. اي، قال كريم نفع عني هموما اقلها، تذيب اصم الصخر لو حل بالصخر. بعدين طالب بالتعليم، ترى الكويتيين الى الخمسينات كان يقول ما نبي تعليم، نبي القرآن بس وهذا، وبعدين دش الحساب شوية في بعض المدارس. يقول بالرغم من وجود المباركية، يعني اي، مع وجود المباركية، مع وجود الأحمدية، يقول لا ما نبي، كلش نعطيه مسك الدفتر. اصطلاح كان يعلمونا التجار، مسك الدفتر، الدفاتر، كم المدخول، كم المصروف، كم الخسارة، كم الربح. قال ما ضر قومي غير الجهل، ليتهم عنه إلى العلم قبل اليوم قد سألوا. الله. عرفت؟ بعدين الثلاثي التنويري، الشيخ يوسف بن عيسى وعبد العزيز رشيد وصقر شود. نعم. صقر الشبيب. نعم. كان في بالمجتمع ناس حتى يحرمون الكتب ويحرمون الجرائد. اعتقد عبد الملك الصالح لما أتاهم رشيد رضا، هم اللي كانوا ينشرون عنده في جريدته، اللي ينشر صقر الشبيب. نعم. وينشرون في البحرين، فلما أتاهم قالوا هذا اللي علمهم الانحراف، علمهم الشعر وعلمهم مدري شنو، فحاربوه، استهدفوهم. شو عملية الإرهاب في ذاك الوقت قديمة، استهدفوهم ليقتلونهم مع بعض، كله من التشدد، التشدد، إيه، التزمت. نعم. لذلك كان، نعم، أحمد اليابر واعي في تسفير هذا. نعم. بس عفوا، انا متشوق اني اسمع منك. نعم. ما تبقى بس بعد الفاصل. حضرات المشاهدين، فاصل ونكمل نقاشنا، لا تذهبوا بعيدا.
نواصل معكم حضرات المشاهدين محاورتنا مع الأستاذين عبد الله خلف ووليد بورسلي. قبل الفاصل كنت تناولت شذرات من أشعار صقر الشبيب، إذا في عندك منها ولا نسمع أيضا من أنا والله بس مداخلة يعني ولو أنا أستاذنا بس الأبيات كمل لأن لا هو فقل أن الأستاذ عبد الله بين حالة البؤس اللي عاشها رحم الله صقر بن سالم بن الشبيب. نعم الفقر، هو سكن في فريج بالرومي بشرق. نعم وكان اللي دائما تردد عليه محمد البشر رحمه الله. لكن هو زوى في بيته وجلس ما قام يطلع، لدرجة أن من الروايات اللي نسمعها أن جاه واحد وقال له يا صقر أنت شاعر، امدح الوجيه الفلاني أو التاجر الفلاني ويعطيك. ووصل إلى حالة يعني من الإحباط واليأس لدرجة أنه قال ولما لم أجد في الناس حرا يعين على ملمات الأمور نبذت الناس ظهريا ورائي وناديت المنون ألا فزوري. الله. شخص يتمنى الموت. الله. المنون الموت هو أشد فقرا من فبثني ما له في العيش خير وهل في العيش خير للفقير. الله. أخاف إن بقيت تذل نفسي على طمع لذي مال كثير فأمدحه مدائحها اللواتي تعز على الفرزدق أو جرير فيعطيني على شعري شعيرا ولست من البغال أو الحمير ولكني كما سميت صقرا وهل أبصرت ذلا في الصقور. الله صقور ما توكر إلا بالعالي طبعا. فهذه أنا بس لا أنا قاعد أذكرها سلام لا بعض الأبيات إحنا الأبيات سامعينها بس كل ما الواحد سمعها جميل بتسمعها تحس فيها معاني فيها معاني طيبة جدا اعتدادة بنفسه. نعم نعم في شيء من أشعار صقر في هذه مثل أحمدي رغم جمالها بالخيال هي بس الناس حملوه يعني إن هذه من الواقع ما غني شيء من أشعاره. لا هذه غير هو غني لا بالنسبة لصقر الشبيب لا صقر يعني ما عنده جماليات في هذا كان جاد في الأمور السياسية والاجتماعية وكذا هو الفقر منبع العبقرية طبعاً المعاناة كله معانا والسعادة. نعم ودي أسمع منك عن حياة وحالة الشاعر فهد بورسلي أيضاً سمعنا برغم أن أبوه يعني طواش ورجل تاجر وكذا بس أيضاً عاش حياة شظف أيضاً. طال عمرك الفترة هذه يعني هو وليد 18 نعم بعدها بفترة بسيطة جاءت السنة هذه سنة الكساد لما طلع اللؤلؤ الصناعي. نعم يعني كان في تو صغير لكن عاش البحبوحة في ذاك البيت الكبير والعز اللي شافه وكذا وبنفس الوقت عاش المعاناة. نعم لما صارت الكسيرة كسيرة القوس على أهل البحر كله. نعم وهذه سنة كانت سنة يعني فعلا كانوا يعني مثل أي 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 أزمة مالية. نعم أو اقتصادية تصيب البلد. إيه وشنو سنة الكساد كساد كبير يعني يعني عانت أهل الكويت من تجارها. نعم. من نواخذتها من هل يعني قال شعر في طبعا هو دخل غوص وله قصيدة جميلة. لا أنا بس عن سنة الكساد أو تحكي عنها الكساد اللي أذكرها مالت المالية. أيه. لما صارت الحرب وقلت الموارد صاروا بالتموين الحاكم يعني ولي الأمر قاموا يعطونهم مواد التموين تموين. فسوى شغلة حلوة يوم يقول الله يساعد هالمالية ما تفرق صبح وعصرية يا ماليتنا عذرينا وفرتي ولا دجينا من هالوقت المحدينا والجوع يقط الغارية. الله قط الغارية عفسة وعركة عند البعض حقيقة يصور تصوير. أيه. هذا مصور. أيه. عفسة وعركة عند الباب والعالم من غير حساب قل الكاتب يا بواب عمي من إحسانك يونية. أيه. أصوت عمي يا خالي لكن ما يسمع لقوالي طاح البشت وطاح عقالي. أيه. ما ثمرت حتى الصيفية عقب الحنة وعقب الرنة كل صاير أحسن منه قل الشبعة لو بالجنة لو بلينا. اي نعم. لا اطلع ودش المحمية. عقب الحنة وعقب الطيش بنحصل يونية عيش. ضايمنا يا ربي ليش خلي الضيم شوية شوية. شو الصورة. ليت الريس يدري عني. اي. كان ارقد ليلي متهني. من فضله ويوده يعاوني ها والصبح الرز الصفرية. الصفرية هذا الاول يعني. يعني هو يعاني معاناة الانسان الكويتي في ذاك الزمن. نعم.
شلون قلة الموارد. يعني حتى في بعض قصيدة يقول يستندها على الخشرب: كل ليلة يا فهد بطني يطيش، بهكرة خينا لها حس وشيش، رحت للدختر ولا حاش الصواب، أدهنا وامرخ ولا يسمع جواب، أحس بجرح معذبني عذاب، وثر المسجي من كثر الجريش. بعد الجريش ما الجريش ينفش. اي نعم. ما تعلم للقيمي كل يوم بالسنة مرة، ولا المرقوق دوم، لكن المضطر ليش شاف اللزوم ما يعاف القوت لو ياكل حشيش. نعم. لما يقول الفقير الله يعينه، هي. شوف المعنى. اي نعم. ما بقت حتى سفينة، حطوا الجهد بضياهم، والشتاء والقيض جاهم، وش تفيد كهرباهم ماي، وين الماي وينه، للضياء يكفي إسراي، ولا نبي سكر وشاي. الحياة تريد ماي، الأصل منه حيينا، ما دريت في الماي شايد، اتلفت منه بدايد، كل ما شفنا الشدايد واعدونا في مكينة. باكر العجز التراقل، والحمير بها التصاقل، بس مهنتنا انتناقل من مطينة لمطينة، ما بها حيلة وشارة، العمي يربط وزاره، يقضب امه في يساره، ويقضب القوط بيمينه. الصوره الفنيه، صوره فنيه جميله، كانك تشوفها. يقول لا مره ثانيه العمي ما بها حيله وشاره، العمي يربط وزاره، يقضب امه في يساره، ويقضب القوط بيمينه. لا تضحك، يدري لا تضحك يا غشيم، ما هو بالوقت القديم بوم في نقعه غنيم ترتوي كل المدينة. الله. بوب واحد كان يكفي هالشرق وهالجبلة ذاك الوقت، ذاك الزمن. نعم. المدينة هذا هلها، والبلاء من اللي دهلها، كل من زار ونزلها زاحم اللي عازمينه. زاحم اللي عازمينه هذه القومية فهد، يعني العرب كان عروبي، عروبي للنخاع. آسف يا طيب ترد حالة، ولا الردي ما من عليه حسابه، مثل حمامة فرغة في البيضة، عنده كرانة تنكرة وتعافة، هذا جزانة زين سوت فينا، خلي الغرق ما يوهل النزافة، حنا تقاطعنا وشلنا نفوسنا، والزود خلانا على ميافة، والحج والبغضة، وقل الرحمة ما واحد فينا شعب انصافة، يلا دخيلك عقب ذيك النخوة، ما من الواجب ولا طرافة، نصبر غصب أو طيب، هذه الغسمة لون حاجة التمرة ولا الخطافة. تجبتني على نعم. نقطة مهمة، يعني نكمل على صقر الشبيب وفايد العسكر. تفاعل مع القضية الفلسطينية، وتفاعل مع القومية العربية، عروبة التقسيم. جمال عبد الناصر. نعم. التقسيم سوى الألفية. نعم. سنة 48 وتكلم فيها فهد، وتكلموا الشعراء الآخرين منها الألفية. قال الألف آه من الدهر ويامه، ذل معازيبه ورفع خدامه، الله الباب بعد ما ترجع أيام السعود، ولا ظن الماضي الأول يعود، من يظن تصير كلمة لليهود، صارت الكلمة وحصل قسام، الله التا تحيرنا ولا يحصل درب، في بلادينا الأهل صرنا غرب، صاح تاريخ العرب وين العرب، يحيى مجد العرب وين أيامه، الثاثبت عندي خبر عندي خبر، الحياة بعز ولا للقبر، يا ناس القحطان لا وين الصبر، هالمبادي جاتكم هدامة، الله الثاثبت عندي خبر عندي خبر، الحياة بعز ولا للقبر، يا ناس القحطان لا وين الصبر، هالمبادي جاتكم هدامة. الجيم جونا من أوروبا مشردين، شل عجب حنا نظف التايهين، كل بلادين العرب والمسلمين، الوفا والدين عند إسلامه، الحا حلال الناس يسبون سبي، خالفونا وخالفوا دين النبي، قاطعوهم من كبير ومن صبي، خلوا تبور السلع بالجامة، الله تبور السلع بالجامة، بالفترينة بالفترينة اللي سواها غاندي، الحرب السلمية، نعم. ما يشتروا بضاعة الجديدة، خلوا تبور السلع بالجامة. هذه الألفية بيّن فيها حقيقة ثقافته تماما، ثقافة يعني. شلون حبهم العرب هم جزء لا يتجزأ، ولما قال البصل زايد غرام. ما أنا بنخوض فيها ولا نقولها حتى لو لا هذه يا أبو خالد فهد الغريب. أن حتى يعني إخواننا من الجنسيات اللي موجودة الكويت حقيقة كانوا يحبونه ومقرب له لأنه ساخر، نعم. لكن له رسالة، نعم. وشيء الجميل فيه، وهذا حقيقة اللي أتمنى إن شاء الله الباحثين أو الدارسين يركزون على الرمزية في شعره، نعم.
الرمزية. هل من اللي ركز على رمزية أو تحليل أشعاره؟ حاولوا والله يعني كتاب كانت الله حاول عبد الله العتيبي شوية. عبد الله العتيبي والله في مجتهدين اللي حفظت شعره الأستاذ بالأخير حمد الحمد أختك خزنة أيضا خزنة رحمه الله شاعرة فصحى نعم شاعرة فصحى وحفظت شعره عضوة برابطة الأدباء. هل أضافت إلى دواوين في الحقيقة الاثنين؟ كتبت عن فهد كتبت لا كتبت عن فهد وكتبت عنها لكن كدراسة متكاملة إلى الآن فهد لم يعطى حقه أكيد إلى الآن أكيد وإحنا أنا عن نفسي يعني وكثير وأتمنى أن إن شاء الله المختصين أن إحنا يعني مقصرين في هذا الجانب. نعم وهو بدون شك ساكن ضمائر الناس وأنا متأكد يعني هنا يمكن اللي يسمعنا من الأجيال الصغيرة إحنا أجيال بو 60 سنة الله يرحمه عبد المحسن الرفاعي رحمه الله شعر عشنا معاه يقول أنا يقول لو الأشعار حتى أشعار الكويت والجزيرة توصل إلى مصر وإلى هذا لما قال فهد وأنا فهد من هل العاقول فريجنا هذا بشرق والقلب ساكن فريجنا ثاني شو أقول أهل الهوى شو أقول هذا نصيبي هذا نصيبي من الخلاني وش بدينا على المجمول يرضى الضحى والعصر زعلاني الله في ذمتك يا زريف الطول عيد النظر وادحر الشيطان عاد يقول وش والخد مثل الفنر مشعول ياضي على الحوش والجيراني وصلت مصر مضبر والشعر منسول يجي تحب النحر غطان يقول وصل البيت هذا إلى بيرم التونسي الشاعر المصري مضمر انه الشعر منسول وصل بيت وانا فهد من هل العاقول والقلب ساكن في ريجن ثاني ويسوي على قرارها ساكن حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين وعلشان انول كل الرضا يوم ما تروح له مرتين للسيده لسيدنا الحسين والله سمعت منه رحمه الله الفهد مغرفة مسؤول يا بيعات هوش الجيران مضمر والشعر منسول ليجي تعب بالنحر غطاني أنا فهد من العبور أنا فهد من العبور وقلب ساكن في رجل ثاني أعد أنا فهد من العبور وقلب ساكن في رجل ثاني مواق له أيضا ها؟ والله أعتقد أعتقد أنا في أشعار نسبت لآخرين يعني تشبه شاعر في التوصيف كل شاعر أستاذنا ويفيدنا الأستاذ عبد الله لا لا له مفردات له قاموس طبعاً لذلك أنا النقاد يعرفون أعتقد أنه مواق له جايز قالوا إن كثير قالوا إنه مواق له وفي قصائد كثيرة نسبت لآخرين نعم وهي لفهد نعم وخلنا نعطي الأستاذ عبد الله فرصة فيما تبقى من الوقت كيف تعتقد أستاذنا وأنت كنت أمين عام لرابطة الأدباء سابقاً كيف يمكن أن ينصف هؤلاء الشعراء الكبار هم وأمثالهم يعني غير تجميع أشعارهم في الكتب هل مدرجة أشعارهم في المناهج الدراسية هل قاعد تدرس سيارهم في المناهج اللي شوية فهد العسكر نعم عرفت هذه مهمة سميت مدارس أساتذة في الجامعة أن يهتمون خاصة الأدب الشعبي الأدب الشعبي منهج من المناهج الدراسية نعم عرفت ويعني في فراغ يجب حد يسده لا بس تعليقا على كلام الأخ وليد أن لم ينصف شاعر فهد بورسلي وأيضا لم ينصف الشاعرين ولم ينصف شعراء آخرين كيف ينصفون كيف هو الجيل اللي فات الأولاني من الخمسينات والأربعينات أكو جملة قرآنية استندوا عليها ولكن ما كملوا الآية يعني الإسلام حارب المتفاخرين حارب اللي يهجون وحارب كذا كذا يعني مو بس بالشعر حتى بالخطابة نعم. حتى بالنثر يعني المواجهة اللي واجهت الاثنين انهم شعراء وشعراء الشعر في مفهومهم ان هاجمهم القرآن الكريم ما هاجمهم القرآن هذا كان منطلق من يهاجم هذه جملة الأولانية ولكن بعدين استثنى إلا الذين آمنوا عرفت فما واجه الاثنين صقر الشبيب وفهد العسكر انهم شعراء وكانوا ناس يحرمون مو بس شعراء حتى المجلات حتى كذا لما يا رشيد رضا استهدفوا بالقتل اي لان انت اللي معلمهم الارض كرويه وانت اللي قلت لهم شنو انت اللي حتى كرويه الارض كانت هدف من اهداف هدف من الاهداف مو هذا التعصب والتشدد هو يمكن الطريق لوئد الان الموجه السائده مع الاسف في بعض الدول العربيه هي موجه تخلف علمي ثقافي ادبي نعم
الحديث معاكم شيق، وكنت أتمنى أني أستمر لساعات، وصلي فرصة إن شاء الله إن شاء الله أستزيد منكم. نطالبك نطالبك من الوقت إن شاء الله، وأنا أطالبكم أيضا بالمزيد من العطاء. شاكر لكم الأستاذ الفاضل عبد الله خلف، وأيضا الأستاذ وليد خالد بورسلي، وإلى المزيد إن شاء الله من العطاءات. ونحاول إحنا نحط ما نستطيع من أشعار شعرائنا اللي تناولناهم اليوم، وأمل أني أقدر أتناول بقية الشعراء. شكرا لكم حضرات المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، ألقاكم في حلقات أخرى من برنامج مفكرة، وإلى اللقاء.